أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الندوة الطيبة المباركة ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية، والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد الحصر بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وندوة الليلة تدور حول الدروس المستفادة من قصة نبي الله شعيب عليه السلام. أيها الأحباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شعيبا عليه السلام قال: ذاك خطيب الأنبياء، لفصاحته وبلاغته. بعثه الله لأهل مدين التي هي قريبة من أطراف الشام، كانوا يخسرون الكيل والميزان، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وكان فيهم الظلم والجشع في المعاملات المالية على رغم ما كانوا عليه من الغنى وكثرة المال. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لقد دعاهم شعيب إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكرهم بنعم الله وفضله: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ونهاهم عن تخسير الكيل والميزان والظلم والجشع: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وكعادة الملأ يتصدرون الحرب على الدعوة، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم، أفرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أيها الأحباب، نبدأ حفلنا الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاء
الشيء
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وحدان، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وندوة الليلة تدور حول الدروس المستفادة من قصة نبي الله شعيب عليه السلام. أيها الأحباب، من الدروس والعبر التي نستلهمها من قصة نبي الله شعيب عليه السلام مع قومه إرادة الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فإن وظيفة الرسل إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، وأنه ينبغي كذلك التذكير بالقصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى
عند الترغيب والحث على التقوى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. مع أن نعيش مع هذه الكلمة الطيبة يقدمها الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بداية نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الأوقاف على هذا الجهد المبذول لنشر الفكر الإسلامي الوسطي بين الناس، وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة ونحن في مكان طيب مبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ندرس معا الدروس المستفادة، أو نبين في هذه اللحظات الدروس المستفادة من قصة نبي الله شعيب مع قومه. كما نعلم أن القرآن الكريم قص على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصص الأنبياء والرسل السابقين. لقد كان في قصصهم آية، وهذا القصص الذي جاء في كتاب الله عز وجل يمتاز بالدقة والبيان، وكذلك أيضا الحكمة من هذا القصص هو تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، أو في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، وكذلك أيضا تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم، وأنه سوف يتعرض للشدائد، ومن يعاند دعوته ويقف لهذه الدعوة كل موقف صدا عن ذكر الله عز وجل وعن منهج الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم تعرض لهذا القصص، فبين أن رسل الله عز وجل منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك. والله عز وجل قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ويعالج داء خاصا بقومه، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. كان كل نبي يأتي إلى قومه خاصة لعلاج داء خاص بقومه، ولكن حينما اتسعت، أو حينما تقاربت البشرية، وحينما صار العالم كالقرية واحدة وتوحدت داءات الناس،
احتاج الأمر إلى رسول خاتم صلى الله عليه وسلم ليعالج هذه الداءات. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وفي قصص الأنبياء والرسل السابقين ومنهم سيدنا شعيب عليه السلام هناك العديد من الدروس والعديد من العبر التي ينبغي أن نتعلمها من هذا أو من هذه القصة، وأن نتعلمها وأن نضعها نصب أعيننا في حياتنا. أولى هذه الدروس أن القرآن الكريم عبر بقوله وإلى مدين أخاهم شعيبا، فالقرآن الكريم عبر بلفظ الأخ، ومعنى أخاهم شعيبا أي يعرفهم ويعرفونه، يعرفون خصاله ويعرفون نسبه ويعرفون رهطه وقومه. ولا شك أن معرفة الداعي بمن يدعوهم أن يكون على علم بأحوالهم وأن يكون على علم بحاله ونسبه ورهطه وقومه، لا شك أن ذلك أدعى لأن تصل إليهم دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بين قومه كما تعلم، وكان يكنى بالصادق الأمين، كان يعرفون نسبه وأنه من أشرف الناس نسبا وأعلاهم قدرا بين العرب. فأول درس يستفاد من أن القرآن الكريم ذكر لفظ أخاهم شعيب أن لفظ أو التعبير بلفظ الأخوة دليل أو درس على أنه لابد حتى ينجح الداعي في دعوته وحتى يكتب لدعوته القبول أو أكثر، أو أن تكون الدعوة أكثر قبولاً، لابد أن يكون الداعي على علم بمن يدعوهم، يعلم أحوالهم ويعلم ما هم عليه، وأن يكون من يدعوهم على علم بحاله. هذا هو أول درس من الدروس المستفادة من قصة سيدنا شعيب عليه السلام. الدرس الثاني أن سيدنا شعيب دعاهم إلى عبادة الله عز وجل، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى هي دعوة كل الرسل ودعوة كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالدرس الثاني أن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل هي دعوة كل الرسل ودعوة كل الأنبياء. وما يستفاد من ذلك أن الداعية لا بد أن يركز في دعوته على العقيدة الصحيحة لمن يدعوهم، وأن يدعوهم إلى التوحيد الخالص، يعلمهم ذلك في دعوته وما يدعوهم إليه، كل ذلك تأسيا بنبي الله شعيب وبجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام. الدرس الثالث على الداعي أن يبين جهالة قومه، ما هم عليه من جهالة وما هم عليه من ضلالة. سيدنا شعيب عليه السلام بين ما كان عليه قومه من مخالفات لأمر الله عز وجل. يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين. بين لهم عليه السلام جهالتهم وأنهم
يخالفون منهج الله سبحانه وتعالى، لا يوفون الكيل والميزان، يخسرون الناس أشياءهم، ويسعون في الأرض فساد. ثم بعد ذلك يأتي لهم بمنهج الله سبحانه وتعالى الذي يعالج مثل هذه المخالفات. فهذا الدرس ينبغي أن يتعلم منه كل داع إلى الله عز وجل، وكل من يتعرض إلى الدعوة، وكل من يحمل هم الدعوة الإسلامية إلى الله سبحانه وتعالى، أولاً أن يعالج هذه الداءات، أن يعالج داءات من يدعوهم، ينظر في أحوالهم، ما هي يعني مخالفاتهم، ما صور مخالفاتهم لأمر الله سبحانه وتعالى، كما فعل سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك يأتي إلى علاج مثل هذه الداءات. هناك الكثير من الدروس والعبر من هذه القصة، ومن قصة شعيب عليه السلام مع قومه، وسأقتصر على بعض منها. من هذه الدروس أن دائما أهل المخالفة يميلون إلى أن يجذبوا غيرهم، ويفرحون أن يسير من يخالفهم أو من يشبههم في هذه المخالفة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. هكذا شأن المخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، دائما يحب أن يكون معه غيره على هذه المخالفة. هذا درس من هذه القصة ينبغي أن يتعلمه الداعية، عليه أن يبتعد عن أهل المخالفة، وعليه أن ينفر منهم، وأن يبين لهم وجه مخالفتهم للحق، وألا يميل إليهم وألا يركن إليهم. كذلك أيضا من هذه الدروس على الداعي أن يكون القصد من دعوته، وأن يكون القصد من دعوته هو إرادة الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالداعي إلى الله عز وجل أخذاً من دروس هذه القصة وهذه السيرة العطرة، سيرة سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لابد أن يكون مقصده الإصلاح، وأن ينوي أن بهذا الإصلاح وجه الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الدروس التي يضيق الحديث عن ذكرها. أكتفي بهذا القدر، وأترك المجال لفضيلة الدكتور محمدي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان على هذه الكلمة الموجزة، والتي حدثنا فيها عن بعض الدروس المستفادة من قصة نبي الله شعيب عليه السلام. ونحن مع حضراتكم ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. أيها الأحباب، من الدروس المستفادة من قصة نبي الله شعيب عليه السلام الصبر. فعلى الداعي إلى الله أن يتخلق بخلق الصبر، لأن الصبر خلق رفيع، به يأتي الفرج وينال المراد، وهو خلق الأنبياء. وقد
وقد أمر الله به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعلم أنه لا بقاء للحق إلا بالصبر، فإن النصر مع الصبر، وأن عاقبة المكذبين للرسل الهلاك والدمار، فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. معا أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة يقدمها الدكتور محمدي صالح عطية المدرس بكلية دار العلوم بالمنيا. الحمد لله، الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا ينقضي مداه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي اجتباه واختاره لرسالته واجتباه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالشكر كل الشكر للقائمين على مثل هذه الأسابيع الثقافية، وعلى رأسهم معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الذي جمعنا في بيوت الله عز وجل جمعا كثيرا. والشكر خاص كذلك لمثل هذه الموضوعات، قصص الأنبياء، فالله عز وجل لم يقصص علينا قصص الأنبياء تسلية، إنما قصها علينا لنعتبر، وقصها علينا لنتذكر ولنتعظ. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقصة سيدنا شعيب كما أشار أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم من أهم القصص في القرآن، لأنها تتكلم باختصار عن نظام الإسلام، النظام الكلي للإسلام في قصة سيدنا شعيب. لذلك لا تتعجب حين تعلم أن قصة سيدنا شعيب وردت في القرآن 11 مرة في القرآن. ذلك لأن قصة سيدنا شعيب تقول لنا باختصار: أنت أيها الإنسان لن تصل إلى الله إلا بأمرين. الأول قربك وعلاقتك بالله، الثاني حسن علاقتك بالناس. فلو حضرتك أخذت 100% في علاقتك بالله لكن علاقتك بالناس ضعيفة، إيمانك ناقص، والعكس كذلك. لذلك لما تنظر إلى قوم مدين الذين أرسل الله عز وجل إليهم سيدنا شعيب، تجد أنهم ماذا صنعوا؟ أول حاجة أنهم كفروا بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، كانوا يعبدون شجرة. تخيل إنسان هو اللي زارع الشجرة بنفسه، يسقيها وينبتها ويعبدها من دون الله. يبقى الأول أنهم كفروا بالله، الثاني أنهم
أفسدوا في الأرض، أفسدوا إفساد مالي وإفساد نظامي. لذلك كانوا يقطعون الطرق للناس، وكل واحد يمر من أمام مدينتهم كان لابد أن يأخذوا منه عشر ما معه. أنت معاك دي هناخد عشره، غصبا وظلما وعدوانا. الأمر الثالث أنهم كانوا يطففون الميزان، يبخسون الناس أشياءهم، وهذا أشد ألوان الاعتداء. الأمر الأشد خطورة أنهم تكبروا وعاندوا، عاندوا كلام الله، عاندوا كلام خطيب الأنبياء، كما أشار أستاذنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن سيدنا شعيب وقال كان خطيب الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أجمعين. الدروس المستفادة من قصة سيدنا شعيب كثيرة، وقد أفاض فيها أستاذنا واستفاض، لكني أريد أن أقف في دقائق بسيطة عند كلمة قالها الله تعالى على لسان سيدنا شعيب مخاطبا أهل مدين. لما اعتدوا هذا الاعتداء الشديد قال لهم سيدنا شعيب: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا هو أهم درس نخرج منه من قصة سيدنا شعيب، بقية الله خير. وهقف مع حضراتكم سريعا في الإعجاز الخطي في القرآن الكريم لهذه الكلمة بقية الله. كلمة بقية يعني ما يتبقى، ما يبقى أثره. كلمة بقية وردت في القرآن ثلاث مرات، مرتين في سورة هود ومرة في سورة البقرة. المرتين اللي وردت فيهم كلمة بقية بالتاء المربوطة، وهذه الآية جاءت بالتاء المفتوحة، بقية الله. لماذا جاءت بالتاء المفتوحة؟ مع أنها في سورة هود أيضا في نفس السورة جاءت بالتاء المربوطة لما قال أولو بقية، جاءت بالتاء المربوطة. وفي سورة البقرة لما تكلم عن السكينة بقية أيضا جاءت بالتاء المربوطة. لماذا؟ قال أهل البلاغة في ذلك: هي إشارة إلى لانتهاء عطاء الله، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لكم أن بقية الله يعني ما عند الله لا منتهى له، فجاءت مفتوحة مبسوطة لا منتهى لها. والله تعالى يقول: ورزق ربك خير وأبقى. اللي أوقع قوم شعيب قوم أهل مدين في هذا الاعتداء على أموال الناس أنهم لم يثقوا فيما عند الله. لو وثقوا فيما عند الله ما اعتدوا هذا الاعتداء. وكذلك الحال النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن ذلك فيقول: لو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم. هذه المشكلة الكبرى التي نحتاج أن نسقطها على واقعنا. اللي بيغش في تجارته، والذي يبخس الناس أشياءهم، والذي يطفف الميزان، والذي يأخذ الرشوة، والذي يكيد ويكيد من أجل أن يحصل الأموال، هذا في الحقيقة ليس عنده يقين بما عند الله عز وجل. إن الله هو الرزاق. لذلك أهم درس: بقية الله خير لكم. لابد أن يكون عندك يقين بما عند الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله. وتخيل، أنا أريدك أن تتخيل معي السؤال،
أي المال أحب إليك، مالك الذي تملكه أنت أم مال أبنائك وأحفادك؟ النبي يسأل هذا السؤال، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقال الصحابة يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم فإنما لك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. اللي خايف منه هو مال وارثك على الحقيقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسا في اليقين، فيقول صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لما يأتي للموت الأحد هل يستطيع أن يهرب؟ أبدا. كذلك الرزق. فتخيل لما تضع هذا الحديث نصب عينك، والله ما فعل ما فعل من فعل لو اجتمع أهل الأرض كلهم من أجل أن يمنعوا عنك جنيه كتبه الله لك لن يستطيعوا، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم من أجل أن يعطوك جنيه لم يكتبه الله لك لن يأتي لك هذا الجنيه. لذلك جاء أحد المشككين إلى سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وقال له يا إمام ألستم تقولون إن الله هو الرزاق؟ قال بلى. قال فإن أنا جلست في بيتي وأغلقت علي بابي هل يأتيني رزقي؟ طبعا المشكك يريد من الإمام أحمد أن يقول له لن يأتيك رزقك إلا بالسعي، لكن الإمام أحمد علم خبث السؤال فأجابه إجابة الملهم، قال له نعم يأتيني رزقي إن امتلكت يقين مريم عليها السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. لذلك يا أحبة بقية الله خير لكم. إذا وضعنا هذه الآية نصب أعيننا، هذا هو أهم درس من دروس قصة سيدنا شعيب، والدروس كثيرة جدا لا أريد أن أطيل على حضراتكم. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق الإسلام وأن يرزقنا أخلاق الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لفضيلة الدكتور محمد صالح عطية المدرس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا على هذا التوضيح الطيب المبارك لمعنى بقية الله خير لكم. نعم أيها الأحباب، يقول صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أيها الأحباب، يقول تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ويقول سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول عز من قائل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، لقد جمع الله على قوم شعيب أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات، وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات، حيث أذاقهم الله ثلاثا من العقوبات
سلط عليهم رجفة شديدة أسكتت الحركات، وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات، وظلة أرسل عليهم فيها شررا من سائر أرجائها والجهات. معا نختتم هذا الاحتفال بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل عبد اللطيف العزب وهدان. يا يا
خير من نزلت به الرحمات وعليه لا تحصى وعليه لا تحصى له الصلوات يا خير من أرسل المبادئ للدنا فيها الحلول فيها الحلول فيها الحلول إذا التوت أزمات صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى ما دام كون ترتجيه حياة اشفع لنا يوم الحساب وغوله اشفع لنا يوم الحساب وغوله اشفع لنا يوم الحساب وغوله لتضمن الرحمات لتضمن الرحمات لتضمن الرحمات والجنة اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. الشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف ولقيادات وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.